زين، أخذنا ذاك المرة الصفات الأحماض الدهنية، أخذنا الميلتينج بوينتس أو الفاتي أسيد والأيزوميرز نقاط ذوبانية الأحماض الدهنية أخذنا، اللي قلنا بوكتها اللي عنده عاصمة مزدوجة يذوب أسرع، يعني راح يكون هش وغير مشبع. ورا أخذنا الأيزوميرز اللي كانت أشكال للنوع نفسه، أشكال مختلفة، عاصرة مزدوجة في أماكن مختلفة. زين، بعدين أخذنا الهيدروجينيشن اللي هي عملية الهيدروجين اللي هي إضافة هيدروجين، كان تصير هاي العملية لازم وجود النيكل، يلا أضيف هيدروجين وتحول عندنا الدهن من السائل للصلب. لحد هسه تمام طلاب؟ أكو صوت؟ أكو صورة؟ صح؟ هي أكاك دكتور. تمام سارة. فأخذنا ذاك المرة 3 صفات، 3 صفات. هسه اليوم راح ناخذ الصفة الرابعة اللي هي الهايدروليسز. هايدروليسز زين، اللي عملية التحليل. زين، شلون تصير هذه عملية التحليل؟ يقولك التراجليسرول، زين ترايجليسرايد هيدروليسيس سبلت باي ووتر، يعني طلاب الهيدروجي هي إضافة هيدروجين، عملية الهيدروليسيس عكس الهيدروجي، يعني هذا تكسر تفصل. زين، يعني هو مثلا السلسلة، يعني ترايجليسرول هي سلسلة دهنية من الدهنيات طبعا، ترايجليسرايدز، شو تسوي؟ تكسرها تفصلها. إذن هيدروليسيس سبلت باي ووتر، تفصل عن طريق الماء، هو تحلل الماء، تحليل الماء. هيدروليسيس طبعا هو تحليل الماء، تفصل عن طريق، ايش تفصل هيدروجين؟ لا مو تفصل هيدروجين، هي جزيئات السلسلة، مو سلسلة طويلة تشوفها بالتفاعل، هي مو سلسلة تقعد تفصل عنها تكسر بيها، يعني تصغر عكس عكس الهيدروجين اللي كانت تكبر. خلينا نشوف هذه الصورة طلع، يقول لك هذا هو الهيدروليسيس اوف ليبيد. ده تشوفون هذه 3H الى OH مرتبطين بآسرة O. زين، 3 water molecule are forced into oxygen bridges. ما عليكم، هذه اني جيت وقلت احللها، شي يسوي التحليل بالهيدرو؟ إذا تحلل اللي هي التحلل المائي، يجي يفصلهن بالنص، فيقول لك the three bonds are broken leaving a glycerol and fatty acid chain. إذن هو كل شي تكسير، كل شي يصغر. حلو، زين، خلينا نبقى مالتنا المحاضرة أو المثال المحاضرة. شي يقول لك؟ عرفنا إن هو يحلل بوجود الماء، in the presence of strong acid or lipase، بوجود قاعدة حامض قوي، سوري أسيد حامض قوي، or lipase اللي هو digestive system اللي هي مادة تكسيرية، لو بوجود الحامض القوي، لو بوجود هذا الإنزيم اللي هو اللايبيز. فشو تشوفوا؟ شوفوا هذا التركيب كله، هذا التركيب هو جليسرول، طلع هذا جليسرول اللي هو الدهون. أجي أريد أسوي له تحليل، أضيف له H2O، أضيف له H2O. زين، يعني أني دا أسوي له هيدروجين بوجود الماء، فأضيف له ماء، مو هيدروجين، تحليل مائي. هيدروليسز هو التحليل عن طريق الماء، فأضيف له ماء. بوجود اللايبيز طبعا، هنا هو المفروض هاي خلوه على السهم، بس هي جاية هنا. المهم اللايبيز قلنا شنو يسوي طلاب؟ طلاب تسمعوني؟ دكتورة يكسر هو عملية فصل 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 تحليل. حلو، يسوي عملية التحليل، عملية الفصل. الاتش طلاب رمز للشنو؟ هيدروجين هيدروجين
أعرف الهيدروجين، بس هو يرمز لشنو؟ الحامض. عفية. هيدروجين عمل. فش تشوفون من اجينا عن ناتج مال الجليسرول ورا ما فات بعملية التحليل المائي بوجود اللابيز والحامض القوي، شنو شفنا؟ تتكسر، لازم اواصل من شفناه بالمثال البسيط. زين هنا شو تشوفون؟ كان عندي هنا اواصل مزدوجة، ايش صار بيها؟ تكسرت لو ما تكسرت؟ كسرت. يعني هذا صار بهايدروليسز، هذا تحلل مائيا. زين طلاب، ايتكم تسألون الممثل الدكتور، شوف منو، شوفوا هاي يسموها تفاعلات، تحفظوها لو لا؟ حتى اذا تحفظوها تحفظوها، مهم اذا نحفظوها ولا انتو اصلا اونلاين، يعني اذا جاكم اصلا تفاعل تقدرون تطلعون. It's okay. زين، فعرفتوا كل شيء تكسير يعني شنو؟ يعني تحليل بالماء. زين طلاب، هذه الثلاثة HO ترى بالناتج، بس هي طائرة، تفاعل مخربط. زين نجي نكمل. عندي هماتين هيدروليسيس اوف فوسفوليبيدز. طلاب تعرفون الفوسفوليبيد مو هي منو؟ منو الفوسفوليبيد؟ منو منو طلاب؟ يعني الفوسفات، يعني الفوسفور والدهون، فوسفر يعني دهون. بالضبط، فوسفات ودهون. حتى أنا أجي أكسر هذا النوع من الدهون اللي هي الدهون المفسفرة فوسفوليبيدز، أحتاج شيء يكسر الفوسفات، صح؟ اي دكتور صح. واكو شيء اسمه اللايبيز، انتو عرفتوه، اللي هو دايجستيف انزيم، انزيم مكسر، انزيم هاضم، هذا راح يسموه فوسفولايبيز، يكسر هذا النوع من الدهون. هذا الفوسفولايبيز يجي علينا، يظهر علينا بأربع مرات بشكل A1 A2 C D. الأيوان راح تلقوه هنا بالسي الأولى، عندكم الأي تو راح يجي ورا السي اتش او سي أصلا مزدوجة، الثانية السي الثالثة راح تلقوه جوا يم الأو، فوسفولايبيز دي راح تلقوه بين الفوسفيت والأكسجين. زين طلاب، هنا أصلاً هو ما حاكي لكم بمحاضرتكم إنه هو شلون داخل أو شلون تكسر، بس أريدكم تعرفون إنه يابا ترى أكو أربع أنواع من الفوسفولايبيز تدخل في عملية تكسير الفوسفوليبيدز. حلو. زين يجيك هذا التفاعل، تيجي صورة عن هذا التفاعل ومدخل لك مثلاً فوسفولايبيز. زين تعرف طلاب، لازم تجي انت راسنش تكتب له، تكتب له this is hydrolysis of phospholipids، هذا هو تكسير للدهون المفسفرة. حلو guys، لحد هسه عرفتوا منو يكسر الفوسفوليبيدز ومنو دي يكسر الدهون العادية، كان لايبيز وحامض قوي، وجود اللايبيز والحامض القوي. زين عندي شيء اسمه سبونيفيكيشن. سبونيفيكيشن اللي هو عملية الصوبنة، ما أدري إذا لحقتوا تاخذوا هذا بالكيمياء ولا لا.
تذكرون هيك شيء؟ أول مرة سمع. يعني هو نفس صورة تكوين الصابون؟ إيه نفس الشيء تقريبا، كان موجود عندنا بالكيمياء بالعضوية هذاك. بالعضوية ما أخذنا العضوية. ما أخذنا ذكرت. زين، عملية طلاب الصوبنة شنو؟ تعرفون هو نظام لتكوين السوبس، يعني شنو هذا السائل مال الصابون تكون بهالطريقة اللي يعتبر أملاح الفاتي أسيد. زين، هو تفاعل شلون يجري؟ كلش مهم تعرفون طريقة التفاعل. تفاعل يحدث ما بين الدهن وسترونج بيس، يعني ما بين الدهون وقاعدة قوية. ايش راح يصير؟ يقول لك split triglycerol into glycerol and the salt of fatty acid. يقول لك في هذه العملية يتم تكسير التريجليسرول إلى جليسرول، يعني نصغرها splits، يعني تكسير تصغير. زين، ونحصل أيضا إلى أملاح الأعمال الدهنية with KOH. مع هذه الكيوتش اللي هو شنو؟ أيضا قاعدة، أو ويا الزيوت الأويلز they are poly unsaturated gives softer soups. يعني شنو طلاب؟ يعني إذا أنت جبت دهن وفعلته ويا قاعدة مثل NaOH، NaOH قاعدة طلاب. زين، قاعدة وهذا دهن، حلو؟ شنو الناتج؟ الناتج سوب، يعني وقف طلاب أو صابون. زين، زائد جليسرول. الجليسرول من إجا؟ شنو اللي تكسر نطان جليسرول؟ هو الدهن غير تكسر؟ عفوا، الدهون تكسرت ونطتني جليسرول. أيضاً أملاح الأحماض الدهنية تنطيني هذا السوب، هذا الوغم، هذا الصابون. عيد مرة لقطلها. من صفات الدهون، إحنا كل هذا الدناخ ده، هاي التفاعلات كلها طلاب هي صفات للمواد الدهنية. قالوا اكتشفوا يابا من نخلي الدهن ويا مادة قاعدية مثل الـ NaOH. زين، مثل الـ KOH. اوكي، قالوا ذولا ينطوني السوب، يعني مادة وقف صابون، وينطوني جليسرول. زين، شلون نطوني هذه الاشياء؟ قالوا ترى الدراي جليسرول راح يصير جليسرول، وراح ينطوني ايضا، راح يصير عندي سالتس او فاتي اسيد، املاح للاحماض الدهنية. زين، سؤال انتو، احنا برأيكم من اجت هاي الاملاح؟ ها، من القاعده القويه، من القاعده، القاعده افي، القاعده نطت هذا الصفه، لان الان اي بالتفاعل راح تروح ويا جزء اللي هو الاملاح الاحماض الدهنيه اللي هو راح يسوي للسب. اما هذا الجزء راح يمثل الجليسرول. واذا تلاحظون شيء كلش مهم، تشوفون الجليسرول طلاب مادة أبسط لو أعقل من التراجليسرايد. أبسط ليش؟ شنو انت تشوفون الاختلاف بين هذا التراجليسرايد وبين هذا؟ هذا بيأثر من دولي وهذا ما بي. كلش زين، خلوا بالكم دائما الجليسرول مادة أبسط. زين زين دكتورة، أني على ما أذكر إنه بالسادس كنا مثلا لما نتفاعل الدهن ويا الـ NaOH راح ينطيني صابون صلب، ويا الـ KOH الدهن لما راح يتفاعل ويا الـ KOH راح ينطيني صابون طري لي مثل كريم الحلاقة على ما أذكر. ليش بيناتهم هيك يعني اختلاف؟ وحسب القاعدة الـ NaOH عندك يختلف عن الـ KOH بالقاعدية وهالسوالف، فأكيد تأثر على كمية السائل.
لأنه وسي هذا هم كاتب لك اياها هنا، قال لك ال KOH or oils are polyunsaturated give softer soups liquid soups. ذكر بس ال KOH، ما قال لنا ال NaOH ينطينا قوية أو صلبة مثل ما تقولين. بس شنو هنا عندكم هو المثال مالتكم NaOH بالرسم، وبالكتاب أنا أذكر لك ال KOH. ال KOH liquid وهنا الكرود نفس الشيء، هو كله صابون، بس هنا عود الصابون مثل ما قال قوي، وهناك عود سائل أو هش هيك نسمي. زين نرجع، من دا أسألكم أنا على الأملاح، هي الأملاح اللي دا توفر لي يصير يوفر لي هذا الصابون. فأنتوا يا طلاب لازم تخلون ببالكم من أخلي دهن ويا قاعدة نحصل صابون زين، وحصل الجليسرول إذا كانت الدهون المعطاة تراي جليسرول، لازم تخلون هذا الشيء ببالكم. زين أعيد على السريع، disponification هي عملية الصوبنة، هي حصولنا على أملاح من الأحماض الدهنية، وهذه الأملاح تعتبر صابون. هو تفاعل يحدث مع قاعدة قوية strong base اللي هو مثل جماعة الشسمة ال NaOH. زين إذا ويا ال NaOH أحصل صابونة قوية crude زين، مثل ما شفنا بالتفاعل. إذا حصلنا بالKOH خلينا مادة الKOH اللي أيضا هماتين قاعدة نحصل سائل liquid soups، حسب طبعا هذا ليش دي يصير هيج، حسب طبيعة القاعدة تتغير شكل الصابون الناتج. أوكي دائما خلوا بالكم أني من أخلي دهن وقاعدة الدهن راح يطلع مادة أبسط من الأصلي، يعني وخليت الجليسرول طلع الجليسرول طلع لي جليسرول وصابون. زين يسموها سبونيفيكيشن، عملية الصوبان. طلاب افتهمتوها لا لا؟ شلون دكتور؟ ايه دكتور. Triglycerides or triglycerol هذا منو؟ هذا ليس استعملناه بتفاعل الصابون وخليت له مادة ال شنو خليت له هذا أو حتى سوى صابون، شنو ضفت له دكتورة؟ قاعدة عافية، ضفت له NaOH أو أضيف له KOH. زين with the fats and oils found in animal and the plants are triglycerol، يقول لك الدهون والأحماض والزيوت توجد في الحيوانات والنباتات بشكل هو ثلاثية، دهون ثلاثية triglycerides. زين triglyceride طلاب يقول لك صفاتها in esters of fatty acid and glycerol، هي تعتبر الإستر، يعني شنو يعني هي جاية من الجليسرولز، وإذا أجي أكسرها طلاب تنطيني جليسرول مثل ما سويت أو مثل ما صار عندي بالصوبانة، شنطتني نطتني جليسرول بالنتيجة. زين هي simple lipids دهون بسيطة. زين كذلك الإنسان من يسمن أو يخزن دهون بجسمه، ترى الدهون المختزنة بجسمه طلاب هي triglycerides، فهي important as storage form of fat in human body، هي كلش مهمة في تخزين الدهون في human body. زين يا دكتورة واضح.
تدرون شنو يا بعد؟ شنو؟ أي الرعد والله أطلعكم المزام على السادس اللي بيها كل هذا الحكي بالعربي وبالإنجليزي ومرتب وكل شي بيها، يعني ما أدري كنت تطلع أسهل عليكم هذه التفاعلات. أما من حذفوا أن ضرون أكثر من مال فعل. أي والله أنا هالأيام راح أحاول ألقى لكم إياه اللي أنا كنت مرتبتها في الترتيب كلش حلو بالمزامة، حتى ترى التفاعل بالإنجليزي يعني نفس هذا، فحتى شنو تضبطوها كل زين، لأن هاي تفاعلات مهمة ويعني تعرفون كل واحد، أهم شيء طلاب تعرفون كل مادة شنو دا أضيف لها، شنو العامل المساعد، شنو النتيجة، شنو خليت مادة وصار هيك، شنو كذا وكذا، زين؟ زين، عندكم الفوسفوليبيدز اللي هي الأحماض الدهون المفسفرة، sorry phospholipids. They are derivatives of phosphodiesteric acid، يعني جاي طلاب من الحامض الفسفور، زين هي من اسمها. They are two kinds of phospholipids، هي نوعين، glycerol phospholipids وsphingolipids. هذول شنوين نشوفهم طلاب؟ أنواع الليبيدز بالشابتر الثاني. اي اللي هو وين كانوا مكانهم؟ سيل ممبرين. سيل ممبرين، عاشت ايديكم، كانت بالسيل ممبرين. طلاب يقول لك هذا الشكل هذا يسموه فوسفوديتيد، اللي هو اجى من عنده، اللي هو اجى من عنده الفوسفوليبيدز. تشوفون بي 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 فوسفور، زين، وبي ثلاث أواصر مزدوجة. فريدكم حتى إذا ما حفظتوهن، ما حفظتوا أشكالهن بالضبط وكده يعني كلش، بس تخلون علامة مميزة لكل واحد، يعني مثلا هذا الفوسفوديتيت تعرفون هذا بي بي يعني مبين، زين. عندك جلايسرو فوسفوليبيدز، شلون هذا يقسم؟ أكيد هماتين بي بي، حلو. نشوف شنو يختلف والله عن ذاك الأصل اللي هو الفوسفودايتس اللي إجا من عنده هذا النوع من أنواع الدهون. طلاب هذا يرتبط بجزء من عنده يرتبط بالكحول، لهذا سموه غليسرو فوسفو ليبيدز. أكو طرف من أطرافه يرتبط بالكحول، زين. طلاب هنا هماتين نعطيك أمثلة، نعطيك الفوسفوديتيك أسيد كل واحد ونعطيك مثال عليه. هذه مواد طلاب، وهذه نعطيهم التركيب مالتها طبعا، زين. فهني هاي ما تحفظوها ما تحفظوها حسب الجامعة حسب الدكتور، زين. مثلا عندك هذا، خلنا ناخذ مثال فوسفودايتوسيرين، مثال عليه السيرين، تيجي كاتب لك تركيب السيرين بهالشكل، زين. هنا طلاب ال pH مالته، مقياس pH. مثلا هذه المادة ماي انوسيتال 4 إلى 5 باي فوسفيت، هذا الشكل مالته، وهكذا. بس انتم امتحاناتكم MCQ، فمستحيل يعني، او مو مستحيل بس يعني شي انه يجيبكم قبل ارسم هذا التركيب، ممكن يجيب لك صورة اذا كلش سواء يعني شائمنا، يجيب لك صورة ويقول لك هذه المادة شنو، باعتباركم الكتروني تقدرون تعرفوها اذا ما تريدون تحفظون، واذا تحفظون بعد احسن كيفكم، زين. هسه هذا فوسفوتايدل انوسيتول اللي هسه حكيت لكم عنه، هذا ابو الحلقة، هذا ابو الحلقة اللي هذا هو، يا طلاب حلقي مرتبط بجزء حلقي، لسثينين، هذا لسثين، هذا اللي هم شفناها بالجدول، مرتبط بالO CH2 CH2N CH3
يسموه فوسفو بيتايل كولين. هذن كلهن مع جدول فوسفودايل سيرين ده تشوفون نفس الشيء، هم بيها بي لكن الاختلاف بالمنطقة اللي يرتبط البي ده تختلف. ايش ده تشوفون جايز؟ الاختلاف هون ده يصير، تشوفون انه هذا ده يتكرر، ده الاختلاف ده يصير بارتباط جماعة البي. مرة هذا مرتبط بالحلقة سميته اسم، مرة هذا مرتبط بالسي اتش 2 سي اتش 2 ان سميته اسم، مرة هذا مرتبط بالسي اتش 2 سي اتش ان اتش 3 سي او او سميته اسم. زين، ايضا هذا سيفلين ايضا عن طريق البي مرتبط بمادة وهم سميته اسم. ايش تشوفون؟ تشوفون هو التركيب نفسه ده يتكرر لكن التغيير ده يصير بارتباط الفسفور. اوكي، هذا اللي سيثني هسه شفناه. وهنا دي يقول لك هاي مادة البلازميلوجين، هذا مرتبط بجزء يسموه كولين، نفس الشيء طلع هذا نفسه، هذا الاختلاف نفس الشيء. هنا لازول الاثنين التركيب كله نفس، الاختلاف دي يصير بارتباط البي مع هذه المجموعة بيها 3 سي اتش 3 بيها نيتروجين بيها 2 سي اتش 2. عم بس خلي طفش التسجيل.